هذا واحد اليوم سعيد في هذا اللقاء ديال توقيع شراكة ما بين جمعية متطوعين بلا حدود مع الإنسان والمندوبية الإقليمة للصحة. الهدف ديالها هو نشر ثقافة التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء. بغينا نحاولوا نكونوا احترافيين في العمل ديالنا المؤسساتي مع المندوبية. الهدف ديالنا كامل هو أننا بغينا نحصلوا على المتبرع المنتظم ونبعدوا على ديك الحملات اللي ما كتكونش ممنهجة. الهدف ديالنا المركز تحقن الدم يكون مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة ويستفدوا منها المواطنين كاملين. الأهداف ديال الاتفاقية هو جوج ديال النقاط: نشر ثقافة التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء. ركزنا على الناشئة وعلى الطلبة، ركزنا على البحث العلمي في الأمراض المتنقلة عبر الدم، ركزنا على أن المركز ديال تحقن الدم بغيناه يبقى مفتوح طيلة 24 ساعة على 24 ساعة. كنتمنوا على أن البنك الدم وراه جميع الناس اللي كيخدموا في هذا المجال.